انجلي باشيلا غنون تشيلا. نكمل معكم اليوم موضوع اختبار البكالوريا لماده اللغه الالمانيه. كنا المره اللي فاتت كملنا مع الجزء الاول للامتحان اللي هو تكست فاشتنس. اليوم نتكلم على الموضوع الثاني او الجزء الثاني للامتحان اللي هو السبراخ فيشكايت، الكفاءات اللغويه. هذا الجزء اللي هو الجزء الكبير في الموضوع واللي فيه تقريبا اكبر عدد ممكن من النقاط، هذا مقسوم الى قسمين. القسم الاول اللي هو قسم الفوتشاتس يعني المفردات، القسم الثاني اللي هو قسم الجراماتيك اللي هو القواعد. في الفوتشاتس عندنا 3 أو 4 تمرينات بسيطه جدا. التمرين الاول اللي هو زينونيما اوس ديم تكست، يعطيك جمله ويقول لك القالي ويسطر لك على كلمه ويديرها لك بالفت، يعني يديرها لك غامقه اللون، ويقول لك ابحث لي على السينونيم تاعها في النص. انت تروح تبحث على السينونيم. السينونيم في الغالب هذا المفروض تكون يكون الانسان تبهلها في الاول، غالبا تتعلمهم مع الوقت اللي تتعلم فيه الموضوع، بعكس الجيجنتايل ربما نقدر نتعامل فيهم بطرق بعض الحيل، ولكن بالنسبة للزينونيم دائما لازم تكون تتعلم الزينونيم هذا في خلال تعلمك للمواضيع الموضوعات اللي حكينا عليهم في المرة الأولى اللي هما 6. بالنسبة ثم عندنا الجيجنتايل اللي هو الأضداد. الأضداد عادة يا إما تكون تعرفهم، خاصة إذا كانوا أدياكتيفة، وغالبا الأضداد غالبا نقول مش دائما، يعني 80% الأضداد اللي راهم يجيو في امتحانات البكالوريا هي أدياكتيفة يعني صفات، لكن يقدر يعطيك أفعال، يقدر يعطيك أسماء، يقدر يعطيك أي شيء. في الأدياكتيفة عندك بعض الحيل، مثلا تشوف كيف مثلا فيشتيش تقدر تقول جيجنتايل تاعو أون فيشتيش قبلها أون ولا قبلها إن ولا قبلها إي ولا تكون بعدها كلمة لوس ولا كلمة ليا ولا كلمة فول، نفس الادجكتيف تلقى عنده الجيجنتايل تاعو، فهذه ربما تقدر تستعملها. وغالبا ما يحاولوش، غالبا طبعا ما يحاولوش يعقدوا لكم المسائل، يعطيكم بعض الكلمات البسيطة. ثم عندك التمرين الثالث اللي هو الفوت بيلدونج. في الفوت بيلدونج المسألة بسيطة، انك تحول من الى او انك تدير الكومبوزيتوم اللي هي بتجمع كلمتين. بالنسبه للتحويل من الى، عندك من فعل الى كلمه، من كلمه الى كلمه، او من ادجكتيف الى كلمه والعكس. وهنا عندنا مجموعه قواعد بسيطه جدا بسيطه جدا، خاصة بالنسبة للتحويل من فعل إلى كلمة أو إلى مفردة وليس صفة. في هذا الوضعية عندنا القاعدة المشهورة، القاعدة المعروفة اللي راكم تعرفوها كل غالبا، اللي هي أنك تنحي الـ AN دي غروس geschrieben und dann UNG am Ende. معناتها مثلا الفعل üben، das Verb üben، dann machen wir ein die، das Wort wird ein femininum. Und dann sollten wir es groß schreiben, Ü und dann EN entfernen, um die Übung, UNG am Ende. Es gibt auch eine andere Regel, اللي هي قاعدة أخرى، أن تقريبا 97 إلى 8 وخلينا نقولوا 99% من الأفعال تاع اللغة الألمانية تحولهم من فعل إلى كلمة ببساطة das وتكتبها كبيرة. Zum Beispiel Essen, das Essen. Telefonieren, das Telefonieren. Spazieren, das Spazieren. Laufen, das Laufen. وانت رايح. بسيطة المسألة تماما. هذه مجرد قواعد لازم تكون تعرفها وتكون ذكي شوية وتعامل مع الكلمة تاعك. ثم عندك الترجمة اللي من خلال التجربة تاعي في تصحيح شهادات البكالوريا في العادة 70% من الطلبة يسقطوا فيها لسبب واضح، انهم ما يحاولوش يعمروا المفردات تاعهم خلال السنتين اللي قراو فيهم اللغه الالمانيه. وهذه نصيحه نقدمها لجميع الشباب، تعلم اللغه الامتحان يجيك سهل. ما هذه كل الشبان تاع
السنوات الاولى ثانوي والثانيه ثانوي، الثانيه ثانوي او الثالثه ثانوي اللي راهم يقراوا اللغه الالمانيه، ركز على اللغه يجيك الامتحان سهل. عند هنا ماذا وصلنا عند الترجمه، يعني رانا كملنا الجزء الاول من شبقاخ فيه كايتن، يبقى لنا جراماتيك وتبقى لنا الشغايب فيه كايتن. كملوهم في حلقات قادمه، والسلام عليكم.